لازم مصر كلها تشوف ان نادي الاسماعيلي بجماهيره هي ناس محترمه، وهو ده جمهور الاسماعيلي فعلا، ان جمهور الاسماعيليه كله واسماعيليه كلها ناس محترمه، فلازم الكلام ده يوصل يا جماعه. احنا ما تعودناش ان في حد بيبقى متداخل ومتحكم في كل حاجه، الراي مشوره. والمهندس ابراهيم عثمان مجلسه من ساعه ما كان موجود قبل كده واحنا عارفين مين المهندس ابراهيم عثمان. المهندس ابراهيم عثمان مفيش حد بيمشيه ومفيش حد بيوجهه ولا حد بيقول له انت بتعمل ايه وما تعملش ايه. لكن المشكله في حاجه، المشكله ان المهندس ابراهيم عثمان في الفتره دي فيها تساؤلات كتير احنا عايزين نقولها له يرد علينا. دلوقتي احمد شيح بيحضر اجتماعات مجلس الاداره بناء عليه، واللي هيقول ما بيحضرش كذاب. يروح مع المهندس ابراهيم عثمان اتحاد الكوره بتاع ايه؟ هو ايه صفته في النادي الاسماعيلي عشان يروح معاه يكتب اسمه في عقد عواد بتاع ايه؟ تالت حاجه، رابع حاجه، لما طلع يتكلم في الاعلام وقال احنا جبنا احنا عملنا مع كابتن اسلام الشاطر، والمداخله الوحيده اللي كانت في البرنامج وما كانش فيه مداخلات تاني، ولو فيه فير ولقوف في طرف محايد بين طرفين كنت المفروض تدخل ناس عشان تيجي تتكلم وتقول له. احنا مش هنتصل بناس، الناس هي اللي بتتصل. ما انا جربت اتصل، انا بقول لك اهو، انا جربت اتصل محدش رضي يدخلني، وكتبت الكابتن اسلام الشاطر السؤال اللي انا كنت عايز اساله في المداخله على صفحته ما ردش عليا. ليه دخلت محمد شيح المداخله ومفيش اي مداخله تانية طول الحلقه واتكلم فيها بلسان نادي الاسماعيلي؟ طيب دلوقتي بتيجي تكلم محمد شيح يقول لك انا مالي، عارف امتى بيقول انا مالي؟ بيقول انا مالي لما الفعل ما يبقاش على المستوى المطلوب. يعني ايه؟ يعني انت بتقول انا جبت سين وصاد وعين ويطلعوا دول في شنك صفقات مش كويسه، يقول لك انا مالي ده مجلس الاداره. طب جميل، ولو طلعوا كويسين ياخد هو اللقطه ويقول لك ايه ده انا اللي جايب، شفت انا بجيب لكم ناس كويسه ازاي؟ طب باي اساس يطلع يتكلم باسم مجلس الاداره؟ المفروض ان المهندس ابراهيم عثمان والمجلس الموقر المحترم بتاعه كان طلع كدب الكلام ده، لان هو دلوقتي حط المهندس ابراهيم في حرج قدامنا في وشنا، احنا جبنا هو دلوقتي ما جابش، اصبح مين اللي بيتكلم بلسان مين؟ مع احترامي يعني المهندس ابراهيم لو هو مش هو اللي مديله السبورت ان هو يتكلم، يجرؤ ان هو يطلع يتكلم؟ مش هيجرؤ ان هو يطلع يتكلم، بس طالما ان هو طلع يتكلم يبقى اخد موافقه منه، لان انا عارف ان المهندس ابراهيم ما حدش يقدر ولا يلوي دراعه ولا حد يقدر يتكلم باسمه، هو طلع يتكلم باسمه وعشمنا كجمهور اسماعيليه ان هو اتكلم وهو ملوش صفه في النادي. احنا عايزين نعرف صفه محمد شيح ايه دي اول حاجه، واحنا مش موافقين على وجود محمد شيح في اسماعيليه في النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي لما يجي يتعامل مع حد يتعامل مع كل الناس سواسيه، عندك لعيب حلو اخده منك على عيني وعلى راسي، اللجنه الفنيه تقيم وتقول اللعيب ده ينفع او ما ينفعش، لكن ان انا اعتمد بيقولوا محمد شيحه ما جابش صفقات، لا جاب اربع صفقات السنه دي، جاب اربع صفقات، هي دي الصفقات اللي احنا كنا مستنيينها ان هي تشيل الفرقه في الدور الثاني وتخلي شكلنا كويس؟ يعني انت مشيت صفقات افضل من الناس اللي كانت موجوده، يعني انت مشيت مين؟ مشيت تورك ومشيت سامح شريف حازم ومشيت بن هين، جميل، جبت لي حد اعلى منهم عشان اقول لك شابوه؟ هقول لك شابوه لو جبت لي اعلى منهم، لكن انت تجيب لي اقل منهم وعايزني ان انا اقول لك لا الله ينور عليك؟ لا مش هقول لك، مش هنافق ومش هقول لك الله ينور عليك، لكن رساله المجلس ابراهيم عثمان احنا في ظهرك ليوم الدين، الكرسي ده لو فاضي احنا في ظهر الكرسي ده، انا بتعرف مين العدو بتاعي؟ لان سؤال بقى وعايزه ايه؟ وده مصر كلها تجاوب عليه. لو في مصلحه للنادي الاسماعيلي في كفه وفي مصلحه لمحمد شيحه في كفه، تقنعني ان هو يبدي مصلحه النادي الاسماعيلي على مصلحته؟ اظن كده الاجابه كده اتعرف انا تعبان بايه وعندي ايه العلاج؟ العلاج اهو هو ده، لو شلته هو واعوانه العلاج خلص، كده خلاص كده الموضوع خلص، شيله واتفرج يا باشمهندس ابراهيم شوف شعب اسماعيليه ده هيبقى عامل ازاي مع النادي الاسماعيلي، وانا بقول لك الكلام ده وانا واثق منه مليار في الميه، وان شاء الله ربنا يكرم نادينا باذن الله. العثمانيين اداره فكر، بمعنى ان هم جابوا لنا احمد فتحي من بنها، جابوا لنا محمد عبد الله من بنها، وصلوا يعني النادي الاهلي بيقول لك احنا ومنتخب مصر بيقول لك احنا خدنا بطولات ثلاث بطولات امم افريقيا بلعيبه الاهلي والزمالك، لما تيجي تقول لي سيد معوض ابن الاسماعيلي وكان منتخب مصر، عماد النحاس، احمد فتحي، حسن عبد ربه، وهاني سعيد، ادي كمان منتخب مصر، لا كمان منتخب مصر كان النادي الاسماعيلي، بس الاعلام ما بيقولش كده حضرتك، الاعلام ما بيقولش كده، كمان منتخب مصر اللعيبه دي كلها وصلت منتخب مصر وهي في نادي الاسماعيلي، ما وصلتش منتخب مصر وهي في نادي الاهلي. كابتن محمد شيحه ما جابش غنجان التوي في اول سنه،
بعد كده مفيش شغل بينا ومن بعض الثلاث سنين الباقيين من عمر المجلس. ابتديت انت تشتغل، ابتديت انت تسوق لعيبه من الدرجه الثانيه ومن الممتاز بيه. اللعيبه دي مش عند حسن ظن جمهور نادي الاسماعيلي، ما خدتش انا حتى مركز يليق باسم نادي الاسماعيلي، حطيتني سابع، حطيتني ثامن، حطيتني تاسع. كنا بنتكلم لما قعدنا مع القياده المسؤوله جوه المحافظه، قال لك الراجل منتخب شرعي وما ينفعش ان احنا نكيله او نشيله من على الكرسي، لان هنخش في حس وبيس وهنرجع للاتحاد الدولي وتدخل حكومي. والليله دي كلها استحملنا لغايه ما مده المجلس اللي فات انتهت. انت ادي الفرصه برضه للمجلس الموجود، وانت عارف ان المهندس ابراهيم عنده حسن الظن. ناس بقى تقول لك شيحه بيمشي المهندس ابراهيم، ده بيدي تعليمات للمهندس ابراهيم، صعب ان شيحه يمشي المهندس ابراهيم. الكلام ده مش موجود في اسماعيليه، الكلام ده كلام مرسل وكلام اشاعات، الغرض منه ان انت تفتت الجماهير زي ما هم برضه في عهدهم قسموا الجمهور. انا النهارده الجمهور لما يتقسم مؤيد ومعارض ده حاجه ايجابيه، لما حضرتك يبقى في نقد بناء دي حاجه ايجابيه، انما لما تيجي توديني المصير مجهول والخاسر نادي الاسماعيلي. انت النهارده كنت بتلعب ب 12 لعيب وب 13 لعيب، قايمه مقفوله اتفتحت، جبنا ريتشارد بافور، جبنا كالديرون، جبنا احمد، جبنا اسلام عبد النعيم. مشكله اسلام عبد النعيم يا كابتن محمد، انا قلت لحضرتك كابتن محمد شيحه خش حل مشكله اسلام عبد النعيم، قلت لي انا مش وكيله، قلت لك لا خش حل مشكله اسلام عبد النعيم. اسلام عبد النعيم النهارده عنده عقدين، عقد ب 800، عقد بمليون و200، عقد ب 400,000، هياخد 400، لا ده عقد ب 200، ايه ده؟ احنا مش عارفين حاجه في اي حاجه، احنا مش عارفين. كل ده بينسب لشيحه، كل اللي بيدور في البلد ده وهو قاعد في الاستوديو سامعني بينسب له، لعيب راح لعيب جه بينسب له. هو بقى ليه الحق زي ما احنا لنا الحق ان احنا ندافع عن نادي الاسماعيلي، هو ليه حق الرد، ويا ريت يرد على الاسئله اللي احنا بنسالها له دي كلها. انت النهارده متهم ان انت اللي بتدير نادي الاسماعيلي، ممكن في عهد المهندس ابراهيم عثمان القيمه والقامه شيحه هيمشي كلامه على نادي الاسماعيلي؟ بيحصل في نادي الاسماعيلي ده كتير، نادي الاسماعيلي اكبر من كده، نادي الاسماعيلي ثالث اكبر نادي في افريقيا وفي مصر، نادي الاسماعيلي بقاله 7-8 سنين بيترنح، نادي الاسماعيلي الكل بيتصارع على الكراسي وعلى المناصب، نادي الاسماعيلي كلمة أخيرة عشان أجيبها لحضرتك، كل البهوات اللي بيقطعوا في نادي الاسماعيلي وهم بره ما بيطلعوش جنيه دون نادي الاسماعيلي. الاسماعيلي بيأدي أداء، في لعيبة كويسة لسه جايين النادي جديد ما خدوش على بعض. يعني احنا كجميل النادي الاسماعيلي مش مستنيين حاجه السنه دي، كاس وطلعنا منه، الدوري مش هننزل درجه ثانيه ولا كلام ده ولا الامور ده، بس اللي انا واثق منه ان النادي الاسماعيلي هيبقى الموسم الجاي ان شاء الله من المنافسين الاقوياء مع النادي الاسماعيلي ومع نادي الزمالك، وان شاء الله يكون المصري، وان شاء الله يكون الاتحاد ويكون الانديه الجماهيريه دي عشان يبقى دوري قوي وحلو يفيد المنتخب. النادي الاسماعيلي اولا عايزين ثوره اداريه من الباشمهندس ابراهيم عثمان. الناس اللي عماله في المواقع تتكلم، والمواقع الكتير قوي اللي في الاسماعيليه وفي النادي الاسماعيلي وحتى موقع النادي الاسماعيلي بيقطع في النادي الاسماعيلي. ما عندناش توحد، مش كلنا ورا النادي الاسماعيلي، لا احنا كلنا بنقطع في النادي الاسماعيلي، حتى الموقع الرسمي بتاع النادي الاسماعيلي بيقطع في النادي يا باشمهندس، وبيغلط في جمهور النادي يا باشمهندس، وده ما يصحش. ما يصحش ان واحد بيشتغل في النادي الاسماعيلي يغلط في جمهور النادي الاسماعيلي، ما يصحش يا فندم. سلبياتنا دي الاعلام بتاع النادي، مشاكل اللاعبين الماديه تتحل، لعيب عنده مشكله في ان هو يوقع مش عايز يوقع او متاخر له مستحقات، ما اقولوش لا انت استبعدك لغايه ما توقع، لا انت راجل محترف وبتاخد مني فلوس عشان تلعب، تدي النادي، انما ما قاعدوش واديله مرتبه. ما عندناش مركز اعلامي محترم يخلي فيه تواصل بين النادي وبين الجمهور، مش موجود. احنا عندنا مركز اعلامي بيطلع يشتم فينا، بيطلع يشتم في الجروبات اللي على صفحاتها، الناس اللي بتحاول تدعم النادي وتساعده بيطلع يشتمهم، فده رقم واحد. رقم اتنين، احنا عندنا اتنين سماسره في النادي، مفيش وكيل لاعبين هيبدي نادي ومصلحة النادي على مصلحته الشخصية ايا كان هو مين. انا مش ضد حد، ربنا يكرم كل الناس وربنا يسعد كل الناس ويكونوا افضل الناس اللي في الدنيا كلها، بس بعيد عن النادي. انا طالب منك، انا طالب من وكيل اسماعيلية المعروف في مصر كلها، هات لنا لعيبه محترمه، هات لنا لعيبه زي ما بتودي للاهلي والزمالك، واحنا تحت امرك وخدامينك وهنبقى في ظهرك واخواتك. ما تجيش تعمل وقفات
ما تجيش تدعم وقفات ضد النادي في سنين فاتت وجاي السنة دي بتقول احنا جبنا احنا عملنا احنا تعاقدنا. وادي الصفقات اللي جبناها، في صفقتين ممدوح عيد جايبهم ما شاء الله، يعني عمرو حسين وكالدريون. يعني انا الناس دي اصلا ملهاش كوره وملهاش انها تلعب كوره في الاسماعيلي. احنا عندنا مشكله ان احنا تعاقدنا 8 صفقات فاشله، لجنه فنيه فاشله، يعني لجنه فنيه ساعدت الوكلاء، مش هو مش وكيل، هو 2 و3 وفي وكلاء بيشتغلوا تحت مظله الوكيل الاساسي. لجنه فنيه فاشله، المفروض كانت تقال من بدري. في اسلوب في التعاقدات مش كويس، مفيش لاعب يبقى ليه 2 مليون و3 مليون وتيجي تقول له تنزل عن 50% وهتاخد الباقي كمان على شيكات واربع دفعات. طب ما هم دول بيبلغوا زمايلهم. احنا كل اللي طالبينه الاداره تسمع للجمهور. الراجل دوت راجل وكيل رقم واحد في مصر، مفيش خلاف على ده. احنا مش عايزينه جوه النادي. تضارب مصالح ببساطه بكل هدوء، ده بيتضارب مصالحه معانا. انا مش عايزه يبقى قاعد في التفاوض، في راجل مسؤول للتفاوض. طالبين لجنه فنيه تبقى مختصه ولجنه للتعاقدات، ده ملوش دعوه بده. عايزين لجنه فنيه للنادي يعني تبقى بعيد عن مجلس الاداره، يعني عشان هي تختار اللعيبه للسنه الجايه، حتى لو المجلس ده مش مكمل اللجنه دي مكمله للسنه اللي بعديها، الرئيس جديد جاي بس دي مكمله، هي اللي بتختار اللعيبه، هي اللي تحاسب على اللعيبه دي كلها. تمام، اللهم صل على النبي. ومحتاجين برضو تاني ان مش اي حد يدي قرارات على لسان مجلس الاداره، يعني طلع مثلا وكيل العبيد محمد شيحه وادلى بتصريحات بلسان ان هو ايه بلسان رئيس النادي، ده ما ينفعش. احنا باشمهندس ابراهيم عثمان قيمه وقامه كبيره في الاسماعيليه، فما ينفعش اي حد يقول بكلام على اللسان. اللخبطه اللي بتحصل في النادي الاسماعيلي بالظبط، احنا مش راضيين عن النادي الاسماعيلي من 2011، من 2011 وانت جاي النادي الاسماعيلي مش موجود، مش هو ده النادي الاسماعيلي، صامبا الكره المصريه، برازيل العرب، مش هو ده اللي مش هو ده النادي الاسماعيلي اللي احنا نعرفه واللي احنا شجعناه واللي احنا حبيناه واللي احنا لقينا ابهاتنا واجدادنا كلهم بيشجعوا النادي الاسماعيلي ويحبوا النادي الاسماعيلي، مش هو ده النادي الاسماعيلي، مش موجود. محمد شيحه وممدوح عيد، محمد شيحه اللي هو بيتحكم في مجلس الاداره، وانا اسف ان انا بقول الكلمه دي على المهندس ابراهيم عثمان، لان للاسف ده قرار بياخد القرارات هو، يعني القرارات كلها صناعه مركز صناعه القرار، كل الناس اللي جوه النادي تابعه لشيحه للاسف. وممدوح عيد اللي هو وكيل الاعمال الاهلاوي عضو التراس النادي الاهلي، ابن اللي ابوه ابن خاله المهندس ممدوح عثمان، هم اللي بيصنعوا القرارات. كالدرون واسلام عبد النعيم واللعيبه اللي جت دي ومحمد هاشم والمجموعه اللي جت دي كلها في صفقات يناير دي، مش ده مستوى النادي الاسماعيلي، مش دي الصفقات. مش عمرو حسين 27 ناشئ رايح جايبهم، محمد شيحه مكلفين النادي 5 مليون جنيه، 5 مليون جنيه ليه؟ فين هي اللعيبه دي؟ في ايه محلهم من اعرفهم منتخب مصر؟ النادي الاسماعيلي النهارده لو جيت تصفي فريق قوام الاساسي لفريق النادي الاسماعيلي مش هتلاقي فيه 7-8 لعيبه. اللي حصل ده ما ينفعش اصلا ان هو يحصل في النادي الاسماعيلي. صفقات ضعيفه، ناس سمسرة وناس غريبة، يعني مش عارف اقول ايه عنهم، بس ربنا يسامحهم طبعا على اللي هم عملوه. مشكلة ان احنا بنتعامل مع وكلاء مش محل ثقة. الوكيل الاولاني الاسماعيلاوي اول ما جه له مجلس طبعا هو موجود معاهم بصفة دايمة، بيحضر اجتماعاتهم وده غلط، بيحضر مكانهم في مجلس الادارة وده غلط، في المدرجات جاب لجنة اعلامية من اصحابه وده غلط برضو. تمام، اللجنه الاعلاميه دي كل مشكلتها ان هي بتخدم عليه هو بس، مش بتخدم على النادي. تمام، دلوقتي احنا بقينا ضعاف جدا كسوشيال ميديا، ضعاف جدا كنادي، ضعاف جدا كمنتخبات، ضعاف جدا كناشئين. يعني الحاجه المهمه ان احنا الاسماعيلي اللي هو مفرغه مصر او الحاجه اللي هي كانت بتمتع مصر كوره بناشئينه وبلاعيبته اللي بيجيبها وبيكتشفها، دلوقتي ما عندناش ناشئ واحد في منتخب مصر.